تشهد العاصمة المؤقتة عدن سلسلة تدابير احترازية تنفذها السلطات المحلية والحكومية لمواجهة وباء فيروس كورونا ضمن حزمة من الإجراءات أوصت بها لجنة الطوارئ بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي الذي أعده الزميل وضاح الشليلي. تتسارع الإجراءات الحكومية الخاصة لمواجهة خطر ما يسمى بجائحة كورونا الذي أصبح يهدد العالم بأسره بعد تفشيه في عدد من البلدان. في العاصمة المؤقتة عدن اتخذت السلطات المحلية حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا المرض الذي يهدد حياة الآلاف من الناس في ظل تخوف المواطنين من وصوله إلى بلادنا. ولهذا نقول ننصح وزير الصحة والمستشفيات والأطباء أن يهتموا بهذا الأمر، لأن هذا المرض مرض خطير جدا، إذا انتشر في البلاد انتشر في الناس إجمعين. وأنصح أنا جميع الناس أن يتوقوا أن يحرصوا على أنفسهم من هذه الأمراض وأن يرجعوا إلى المستشفيات وإلى جميع الأرفاق من الحكومة. ولابد من وزارة الصحة أن تهتم بهذه القضية، بهذا الموضوع، في هذا المرض، تمام؟ زي ما قلنا الوقاية خير من العلاج، من أجل ما لا يتفشى هذا المرض في جميع الجمهورية اليمنية، في عدن بشكل كامل، في كل المناطق. منذ وصول نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي رئيس اللجنة العليا للطوارئ التي تشرف عليها الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، والتي تقضي باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من خطر وصول مرض فيروس كورونا. منذ اليوم الأول لعمل اللجنة عقدت خلالها سلسلة من الاجتماعات واللقاءات ضمت فيها كافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية للوقوف أمام احتياجات اللجنة ودعمها. بعد إعلان مستشفى الأمل بمديرية البريقة محجرا صحيا خاصا لمعالجة وعزل أي حالة مشتبه فيها، تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان بعدا معدات الوقاية الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي ومراكز العزل في المديريات مقدمة من منظمة الصحة العالمية. تسلمها وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي الوليدي رئيس لجنة الطوارئ. اليوم نحن هنا مع قيادة وزارة الصحة العامة والسكان مكتب الصحة عدن نستلم المستلزمات الطبية من ملابس طبية وكهوف طبية ومواد نظافة ومواد هايجين وأجهزة طبية، أجهزة تهوية فنتليشن وأجهزة العناية المركزة مقدمة من الأخوة في منظمة الصحة العالمية. أيضا متوقع خلال الساعات القادمة توصل مستلزمات أخرى وهي موجودة في دبي، وستوصل إن شاء الله بطائرة عسكرية إلى العاصمة عدن من الأخوة في منظمة الصحة العالمية. كل تلك الجهود مشكورين عليها اللي يقوم بها إخواننا في منظمة الصحة العالمية. أيضا اليوم بهذه المناسبة أننا سنفتتح مركز عزل ومركز حجر في العاصمة عدن بعد جهود حديثة قام بها الإخوان في السلطة المحلية بالعاصمة عدن على رأسهم الأخ المحافظ، كذلك من الأخوة في التحالف وبتوجيهات من الأخ الدكتور سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ، وبمتابعة حثيثة من الأخ دولة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك، وبإشراف من فخامة الأخ رئيس الجمهورية. وعلى المستوى التوعوي الخاص بالقطاع الصحي تقام عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية والتوعوية للكوادر الصحية للتعريف بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منه، وكذا كيفية التعامل مع الشخص المصاب وأهمية الالتزام بالعزل الطوعي والتقيد بكافة التحذيرات التي تصدرها وزارة الصحة العامة والسكان بشكل يومي. لم تقتصر هذه الإجراءات على وزارة الصحة العامة والسكان، فقد شملت أيضا عدد من الوزارات منها وزارة التربية والتعليم التي وجهت بتعليق الدراسة في كافة المدارس الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين كإجراء وقائي واحترازي للإصابة بالمرض. فيما عقدت وزارة الشباب والرياضة اجتماعا موسعا برئاسة وكيل أول وزارة الشباب والرياضة خالد صالح، أقرت فيها الآلية الخاصة بتأهيل نحو 10,000 شاب وشابة للتطوع في حملة التوعية الوقائية من وباء كورونا، مؤكدا أن هذه الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان وبإشراف ومتابعة من وزير الشباب والرياضة نايف البكري، وتهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لمواجهة جائحة كورونا الذي يهدد حياة الناس في كثير من بلدان العالم.
أما مؤسسة موانئ خليج عدن فقد أصدرت تعميما للمدراء والجهات المعنية بالعمليات البحرية والأرصفة والساحات ومحطات عدن للحاويات وميناء الزيت بحصر جميع السفن في منطقة المخطاف قبل إدخالها إلى الأرصفة دون استثناء للتأكد من خلوها من هذا الوباء، مع تسهيل مهام مندوبي الصحة للقيام بواجباتهم. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن.